وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من دبي الخبير والمفكر الإعلامي الدكتور علي الشعيبي. مساء الخير دكتور. مساكم الله بالخير سيدي. الدكتور، برأيك يعني ما مدى فاعلية مواقع التواصل الاجتماعي التي وظفها المحتجون كسلاح للتعبير عن آرائهم ومناهضة الفساد الذي يمارسه النظام الإيراني، وما قاموا به من إجراءات واتخاذ برامج لفك الحظر الذي فرضه النظام على هذه المواقع؟ حقيقة نحن أمام مشهد مختلف تماما إن قارناه بالمشاهد الإعلامية الأخرى، سواء كانت في السبعينات أو في الثمانينات التسعينات ومع بداية القرن. نحن أمام قوة ضاربة تسمى قوة وسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك وما إليها، الفيسبوك وأخواتها. نحن أمام منصة عالمية دولية يستطيع من خلال الإنسان العادي وليس الإعلامي المتمرس أن يقوم ب إرسال رسالته وإيصالها. أصبح كل واحد منا الآن يمتلك هاتفا ذكيا وخطا موصولا بالإنترنت، سواء كان هذا الخط محظورا أو غير محظور، يمكنه من خلاله أن يوصل آراءات. نحن الآن أمام موجة مختلفة جدا من القدرة الإنسان العادي جدا جدا على إيصال صوته إلى أبعد مدى. لهذا كل السلطات، وليست السلطات الإيرانية وحدها، كل السلطات القمعية على مستوى العالم باتت تخشى من ثورة الشباب الجديدة، وهي ثورة الإنترنت وثورة وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. ولكن نتيجة لهذا القمع الغير مسبوق في النظام الإيراني وقدرته على قمع الأصوات وإخفائها، استطاع الشباب الإيراني أن يجد منصة من خلالها يستطيع أن يوصل صوته إلى الآخر، إلى العالم الآخر بمجمله. هنا طبعا نتوقف قليلا عن قضية فك الفك يسمى الحظر. نعم. حقيقة أبدع الشباب الإيراني وحتى الشباب العربي والشباب على مستوى العالم في قدرات هائلة، حتى الأطفال الصغار لديهم الآن مقدرة عجيبة جدا على استثمار هذه القدرة في الوصول والولوج إلى مواقع محظورة ومن ثم تفعيلها وإرسال رسائل من خلالها. الآن السلطات باتت ترتعب يوميا من قصة تنشر هنا أو صورة تبعث هناك. نعم. تصور عندما يقع مثلا تقع مظاهرة في دوار الماء أو في مكان ما، حتى تنقله وسائل الإعلام بحاجة إلى آليات ومعدات ومراسلين، لكن إن امتلكت هاتفا ذكيا استطعت أن تقف وأن تصور وأن تنقل ويشاهدك في نفس اللحظة ليس مئات الآلاف ولا مليارات من البشر في نفس اللحظة. لهذا هذه القوة أصبحت قوة حقيقية تخشاها السلطات السياسية، ويستثمرها بجانب الآخر الشباب المقموع والباحثون عن حريتهم في تحت ظل هذه الأنظمة القمعية. نعم، من دبي الخبير والمفكر الإعلامي الدكتور علي الشعيبي، شكرا جزيلا لك.